مشاهدونا الاعزاء، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده في حوار اخر. ما زلنا في دفع حركه السلام بالبلاد، وما زلنا مع هذه العمليه التي نزل الله سبحانه وتعالى ان تتم كما يشاء كل الشعب السوداني. معي اليوم في الاستوديو ضيف عزيز، هو الاستاذ سيد شريف جار النبي، القيادي بحركه العدل والمساواه والقيادي بالجبهه الثوريه. استاذ سيد اهلا ومرحبا بك. شكرا جزيلا للاستاذ لهذا البشرى، وأبرك أحيي كل الشعب السوداني، وأسمح لي أن أترحم على كل شهداء الثورة، شهداء الثورة السودانية منذ 89 حتى آخر شهيد سقط اليوم، شهداء الكرامة، شهداء الإبادة الجماعية والتطهير الإرقي، شهداء مجزرة الاتسامة الأخيرة، وكل شهداءنا الكرام نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة. وأيضا كل الجرحى المصابين لهم الشفاء العاجل، وأيضا المفقودين نسأل الله تعالى أن يعودوا إلى أهلهم سالمين، وإلى أهلنا في مسكرة النازحين واللاجئين والمشردين والمحجرين والذين ما زالوا في خارج الوطن، كلهم لهم التحية. ونتمنى أن تكون حلقة مفيدة للشعب السوداني إن شاء الله تعالى. أستاذ سيد، يعني صعب أن الناس تتكلم عن عملية سلام في أي مكان ما دون الكلام عن الدول المجاورة، وقطعا الإتحاد دور كبير جدا في الدفع بعملية السلام. وتبخط حوار ولقاء بين السيد الرئيس الإتحاد إدريس ديبي والسيد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وأنت كنت جزء من هذا اللقاء. حركة العدل والمساواة السودانية على امتداد تاريخها لديها علاقات مع دول الجوار الإقليمي ومع المجتمع الدولي ومع كل دول العالم. منهجنا في علاقاتنا الخارجية بتبني على المصالح المتبادلة بين الشعب السوداني وبين الحركة في توصيل رسالتنا للشعب السوداني لهؤلاء الدول حتى يعرفوا ما جرى أو ما يجري في السودان. من هذا المنطلق حتى هذه الزيارة هي بتجزأ لجزئين. الجزء الأول لفترة طويلة جدا حصل قطيع بين حركة العدل والمساواة ودولة تشاد، وكلكم تعلمون عند خروج الدكتور الشهيد دكتور خليل إبراهيم من بردوها عائدا إلى الميدان تم توقيفه في أم جمينة، سبب نوع من الربكة وقطيع طويلة من منذ ذلك التاريخ. ذهب الدكتور خليل إلى ليبيا وقوات الحركة انخذته من داخل طرابلس وعاد إلى دارفور حتى استشهد في كردفان. في تلك الفترة لا يوجد تواصل بصورة مستمرة بين دولة تشاد وبين الحركة، رغم وفود صغيرة بتسحب وتأتي، ولكن هذه المرة بعد التخيير الذي حدث في السودان والتحولات الإقليمية والدولية رأينا بأننا لابد أن نمد أيادينا لكل الدول ونفتح صفحة جديدة. وبالتالي تمت دعوتنا من قبل السيد الرئيس فخامة الرئيس إدريس ديبي لزيارة الحركة ورئيس الحركة إلى تشاد. ذهبنا إليه وتناقشنا معه مجمل القضايا حول السلام في السودان، حول علاقاتنا مع تشاد. لدينا أكثر من 2.5 مليون لاجي يعيشون في داخل الأراضي التشادية، وأيضا هناك أكثر من آلاف من السودانيون الذين يعيشون في داخل المدن التشادية. وهناك قضايا كثيرة مشتركة، خاصة قضايا الحدود تربطنا تشاد. يعني الزيارة كانت بطلب من السيد الرئيس ديبي، بدعوة رسمية من السيد الرئيس إدريس ديبي للحركة، وذهبنا وتناقشنا حول عملية السلام في السودان. كان في أجندة محددة في زيارة كانت مطرحة في برنامج الزيارة؟ نعم، بنعتقد أولا عملية السلام في السودان لابد أن يكون هناك شركاء. بالنسبة لنا دولة تشاد هي دولة محورية في المنطقة، دولة أساسية، دولة شريكة، أول دولة بدأت عملية التفاوض بيننا وبين النظام السابق في أبشة هي دولة تشاد، استضافة المفاوضات حتى مرورا بأبشة بأم جمينة حتى انتقلنا إلى أبوجا. الدور المحوري الذي يلعبه الاخ الرئيس إدريس ديبي في المنطقه دور كبير جدا، وبالتالي شعرنا بانه الفتره ما بعد التخيير دورهم قل قليلا، وبالتالي نحن ذهبنا لكي ندفع به حتى يكون شريكا في عمليه السلام القادمه. هذا من جانب.
الجانب الآخر نحن أيضا بنفتكر أن التحديات التي تواجهها الحكومة الفترة الانتقالية من بينها العلاقة أو علاقة السودان مع الخارج. النظام السابق طيلة 30 عاما دمر علاقاتنا الخارجية، خلق علاقات سيئة مع دول الجوار، ساهم في زعزع وأمن استقرار كل دول الجوار من دينهم تشاد. وبالتالي نحن من جانبنا كحركة لدينا مسؤولية أخلاقية أن نساهم مع إخواننا وشركائنا في حكومة الثورة الانتقالية بأن نساهم في تأسيس وفتح آفاق علاقات متزنة بين السودان وبين دول الجوار وخاصة تشاد. من هذا المنطلق أيضا نحن تناقشنا مع الأخ الرئيس وأكدنا له بأن ما الآن الحكومة الحالية في داخل السودان هي حكومة شريكة ونحن شركاء، وأنهم حريصون للسلام وجادون في السلام، ويجب أن تكون شريكا في تحقيق السلام حتى نستطيع مع بعضنا أن نساهم في إعادة اللاجئين إلى أراضيهم. وأيضا شكرناه طيلة 16 عاما استضاف أكثر من 3 مليون لاجئ أو 2 مليون ونصف لاجئ، وليس من السهل أنك تستضيف عدد كبير بهذه المجموعة. وبالتالي من واجبنا أيضا نحن نقدم له شكر. بيظل سؤال مهم جدا، لماذا حركة العدل والمساواة دون غيرها من الحركات؟ هي ليست يعني لماذا يختار السيد إدريس دبي حركة العدل والمساواة في تقديرك؟ يعني طبعا للحركة يعني قد تكون طرحها في قصة العلاقات مع الدول قد تكون مقبول نوعا ما مع كل دول الجوار وخاصة تشاد. بنعتقد انه في بعض الحركات ايضا ذهبت الى تشاد ويوجد تواصل وحضور كبير من بعض الحركات. اما كحركة عدل المساواة بصورة خاصة، ذكرت لك في المقدمة بان الحركة حصل قطيئة بين تشاد وحركة لفترة طويلة، وبالتالي ذهبنا لترميم العلاقة وردم الهوى التي نحتاجها في المستقبل. وبالتالي كانت هذه هي مناسبة، ووجدت قبول كبير من قبل الدولة المستضيفة، وأيضا لدينا حاضنة اجتماعية كبيرة جدا في داخل تشاد تم استقبالنا، ولدينا هناك أيضا مكتب كبير وفايل. يعني كل هذه القضايا نحن يعني مدينا أيدينا لكي نصل لهذه العلاقة، ونعتقد بأننا الآن متجهون في الاتجاه الصحيح في بناء علاقة متزنة ستعود نفعها للشعب السوداني ولكل السودانيين. طيب ما هي الـ يعني الـ الكرات التي غزف بها إدريس دبي للدفع بعملية السلام خلال هذا اللقاء؟ الدولة التشادية يعني استقرار تشاد هي استقرار السودان. ذكرت لك بأن هناك حدود كبيرة مشتركة طويلة أكثر من 1600 المساحة الذي تفصلنا مع تشاد. هناك يعني قبائل متداخلة بين تشاد والسودان. لو أنك موجود في أي منطقة حدودية في داخل تشاد أو في منطقة حدودية في داخل السودان لا تعرف من هو الذي من هو تشادي أو من السوداني. هناك ثقافة مشتركة، تداخلات كثيرة مشتركة، وبالتالي دور تشاد وخاصة السيد الرئيس إدريس دبي بيعتقد أنه الاستقرار والأمن في السودان هي بتنعكس إيجابا الاستقرار والأمن في تشاد وهكذا. ودي كلها هذه القضايا قد يكون نحن قلقون كما الأخ الرئيس إدريس دبي قلق بأنه لابد أن نحن نعمل مع بعض في إطار محاربة. أول حاجة المنطقة المفتوحة يوجد هناك متطرفون، ونعلم بأن دور تشاد في مكافحة الإرهاب له سهم كبير جدا وساهم ومساهمة في المنطقة. أيضا يوجد ما يسمى بالتحريب في المنطقة، ده أيضا نحن نريد أن نتعاون مع بعض. وأيضا قصة الهجرة القسرية لأنه منطقة مفتوحة بتأتي كثير من الشعوب من نيجر من مالي من مناطق أخرى العبور إلى ليبيا من أجل الهجرة. كل هذه القضايا هي قضايا مشتركة، ونحن بنعتقد علاقاتنا مع إدريس مهمة جدا كدارفور أولا وكالسودان ثانيا. طيب السيد اتفاق جوبا، أنتم كنتم حضور في هذا الاتفاق، داري منك تقييم على هذا الاتفاق. نحن في جوبا وقعنا على إعلان جوبا ووقعنا على إعلان السياسي. في إعلان جوبا اتفقنا مع إخوتنا في حكومة الثورة الانتقالية يعني في الدفع بعملية السلام بأسرع ما يمكن. القضايا تم النقاش
حتى توصلنا الى نجوبة. كان لدينا مشكله الوساطه، ولدينا قضيه المواضيع التفاوضيه او القضايا التفاوضيه تم الاتفاق حولها والمدى الزمني. بنعتقد الذي حدث في جوبا وخاصه في اعلان جوبا طيله الثمانيه سنين الماضيه كنا بنتفاوض مع النظام السابق، فشلنا في ان نصل لهذه الاتفاق، ولكن نحن وقعنا هذا الاتفاق مع الاخوه في المجلس في الحكومه الانتقاليه في خلال 8 ساعات. وجدنا اراده حقيقيه من الـ من الـ من الاخوه في الحكومه الانتقاليه، ولديهم نيه ولديهم قرار في اتجاه تحقيق السلام. هذه الشروط الثلاثه ينطبق علينا نحن. نحن لدينا النيه، لدينا الاراده، ولدينا القرار في اتجاه تحقيق السلام. وبالتالي لم تكن هناك صعوبه كبيره فيما بيننا في مساله التفاوض، في قضايا التفاوضيه، في ملفات التفاوضيه، وهي احيانا نحن نسميها حوار غير تفاوض. وبالتالي هذه القضايا بمجملها اتفقنا مع الجانب الشريك، وانتقلنا في المرحله الاخرى في توقيع ما يسمى بالاعلان السياسي. في الاعلان السياسي لاول مره بنعلن وقف الادعيات بصوره مشتركه. في السابق كان كل فصيل او كل طرف بتعلن اعلان وقف الادعيات. هذه المره وقعناها واعلناها بشكل مشترك. نعم. ايضا اتفقنا مع الشركاء في كيفيه بدايه او الدخول في بدايه عمليه تفاوضيه حتى نصل لاتفاق السلام الشامل. كل هذه الاشياء بنفتكر انه نحن من جانبنا ومن جانبهم تجاوزنا كثيرا من الحكومه السابقه كانت بتعمل شنو؟ الحكومه السابقه اصلا هي ما عندها اراده سياسيه، بتاعت المنبر لكي ترضي المجتمع الدولي بانها حريصه لمساله السلام. ولكن عندما يتم النقاش معنا فقط يركز على كيفيه اغراؤنا بالمال وبالسلطه، وبالتالي كل هذه الجولات اللي اخذناها من ابوجا حتى الدوحه وحتى اخيرا في برلين كان كله الهدف النظام يريد فقط ان يجزي الحركات ويريد ان يقدم اقراءات من اجل السلطه والمال، ورفضناها تماما. وبالتالي الان الحكومه اعلنت المتمثله في المجلس السيادي والرئيس التفاوض هو السيد حميتي، وايضا المجلس الوزراء السيد حمدوك وايضا الاخ عمر مانيس، كلهم في كل لقاءاتهم المفتوحه المعلنه الرسميه وفي جلساتهم الخاصه اعلنوا بانهم متجهون نحو تحقيق السلام العادل الشامل الذي يقاتل جذور المشكله. لم نجدها طيله السنين المضت، وبالتالي نحن بنعتقد الفترة القادمة إذا ذهبنا إلى الجولة القادمة فلا يوجد مشكلة لدينا، فنصل إلى اتفاق عاجل، لأنه نحن مستشعرين بأنه ما زال معاساة ومعاناة أهلنا في معسكرة النازحين واللاجئين، محتاجين لشيء عاجل من الاتفاق حتى نعالج هذه الإشكاليات. أيضا هناك تفلتات في داخل دارفور، هناك خروقات من هنا هناك، وهناك متفلتين، وكل هذه القضايا اذا لم نصل لاتفاق سلام لا نستطيع ان نعالج هذه القضايا بصراحه. طيب الكلام عن الجبهه الثوريه بشكل عام بكافه مؤسساتها وحركاتها بيقودنا لسؤال مهم جدا. عبد العزيز الحلو لا يريد التفاوض حتى الان، هو متمترس. انا لا استطيع في رؤية لا يريد التفاوض، هو حتى الان متمترس في رؤيه محدده. على اي حال هو حتى الان وقع اعلان مشترك مع حكومه الثوره الانتقاليه. نعم. وتم تحديد اللقاء القادم لبدايه التفاوض. نعم. طيب اذا واصل موقفه ولم يوقع، في تقديرك هل عدم توقيع عبد العزيز الحلو بياثر في عمليه السلام؟ الله، بنفتكر انه عبد العزيز القائد عبد العزيز الحلو يعني وجوده في عمليه السلام مهم بلا شك. الاهل في المنطقتين وفي النيل الازرق ما زالوا يعانون، ومعاناتهم لا تقل عن معاناه اهل دارفور واهل الشرق، وهو حريص لجلب السلام الى 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 المنطقه حتى يتم الاستقرار ويتم الامن ويكون المواطن يعيش حياته الطبيعيه. اما بعد الملفات
أو المطالب الذي تقدم به القائد عبد العزيز حلو في اعتقادنا غير مناسب. تقدم بطلب أنهم ينادون بإلحاق تقرير المسير. في مخيلة الشعب السوداني كل ما ذكر حق تقرير المسير يتجهون أو يفسرون بأن هذا يؤدي إلى انفصال. وبالتالي نحن في حركة العدل والمساواة السودانية ضد مبدأ حق تقرير المسير وضد مبدأ الانفصال. ما طرحته خالص ولا نطرح هذا ولا يجزم المنفست الخاص نحن بالحركة. نحن بنفتكر السودان ده نحن السودان السودان حقتنا نحن. نحن كسودانيين نريد أن نحافظ على هذا السودان. نريد أن نعيد هيكل الدولة السودانية. نريد أن نجعل الشعب السوداني كلهم يعيشون في سودانهم بمختلف إثنياتهم وقبائلهم بأديانهم وغيرها. المنطق بتاعت الانفصال يعني ننفصل من من؟ نحن من إيش ننفصل من من؟ السودان دي كلنا حقا. نحن الآن في مرحلة الإصلاح، نريد أن نصلح السودان، نريد أن نعرف السودانيين بينهم فيما بينهم، لأنه نحن بنفتكر أنه السودان الكبير محتاجين أن نوحد الوجدان الشعب السوداني عشان قصة الانفصال وقصة تقرير المسير ده المسير ينتهي إلى الأبد. الطرح الذي قدمه الأخ القائد عبد العزيز حلو في تقديري وفي تقديرنا أنه لا يؤدي إلى استقرار وسلام في السودان، وبالتالي نحن نتفاوض في كيف نعيد إعادة هيكلة الدولة، كيف نبني السودان بأسس جديدة، كيف نجعل السودان كل الشعب السوداني يتعايشون فيما بينهم. نعم. كيف انه نحن عايزين نخلي مواطن السودان يعيش في رفاهيه في امن وفي استقرار، نقدم لهم الخدمات الاساسيه من مياه لكهرباء لتعليم لصحه، كل هذه الاشياء نحن اذا استطعنا انه نجلس مع بعضنا البعض في طاوله واحده كسودانيون وصلنا لاتفاق انه هذا السودان نريد ان يعني نسحب به للامام، افتكر انه ما في حوجة إلى أنه نطالب حق تقرير المسير أو لانفصال آخر. نحن طموحنا أنه حتى الجنوب الذي انفصل نحن حزينين جدا بانفصال الجنوب، نريد أن نجد معالجة في كيف نتعايش مع إخواننا في جنوب السودان. يعني ممكن يكون دولتين لكن يتعايشون في 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 إطار دولة واحدة، رئيسين في دولة واحدة، لأنه الذي حصل في الجنوب ترك جرح عميق جدا. ما شايف انه ما شايف انه نوع مطالب مثلا عبد العزيز الحلو في حق تقرير ممكن يخلق نوع من الربكه عند الدوله المركزيه او عدم ثقه هي يعني برضه اشياء ممكن تاثر في عمليه السلام. نعم هي انا لا ما اعرف انه تقصد ايه بالدوله المركزيه، لكن احنا بنفتكر انه الحكومه ما خلاص احنا الان بنتفاوض مع الحكومه من اجل تاسيس دوله سودانيه جديده. نعم. تختلف من السودان القديم بأسس جديدة بمفاهيم جديدة. عشان إنه نحن نصل لهذا التوافق يجب إننا مع بعض نجلس في طاولة بنتفق إنه كيف السودان ده، ما بنتكلم في من يحكم لكن بنتكلم في إنه كيف يحكم. كيف يحكم؟ التجارب المرت فترة الستين العام يعني كلنا مررنا بفشل، السودان فشلت في طيلة الستين عام، والآن وصلنا في محطة بإننا نكون أو لا نكون. يعني أنت ما بتحمل الفشل للإنغاز الفشل كلها من الاستغلال. الانقاص نوعا ما انحرف قليلا، مارس إبادة جماعية، مارس تطهير عرقي، فصل كثيرين جدا من أفراد الشعب السوداني، يعني ارتكبوا جرائم فزيعة جدا. لكن الستين العام المضت هي نفس السياسة العملية السياسية، هي نفس السياسة، سياسة المركز، مارسوا الإقصاء، مارسوا التهميش، مارسوا عدم اعتراف بالآخر، مارسوا كل هذه الأشياء. جاء النظام السابق نظام المرة بشير مارس نفس النظام لكن انحرف قليلا. نعم. ومارس هذه الجرائم. نعم. ويفتكر انه طرح الاخ القائد عبد العزيز حلو من ضمن الذي طرحه هو بنادي بالدولة الألمانية. ويفتكر انه دي واحدة برضو من المشاكل التي تواجهنا نحن كشعب السوداني، ونفتكر شبعنا من قصة الألمانية، اليسار، اليمين، الاخوان، المسميات دي كلها. يعني نحن ما جايين انه ندخل الشعب السوداني الجنه، ولا جايين ندخل الشعب السوداني من النار او ندخلهم النار. احنا بنفتكر انه الشعب السوداني ده يجب نوفر له الخدمات الاساسيه في الدنيا. هو يختار ما يشاء في دينه. ممكن يكون هو يختار يكون مسلم ما يكون مسلم، ده حاجه احنا ما عندنا بها علاقه. احنا عايزين السودان ده
أي إنسان يتمتع بحقوقه في داخل الدولة السودانية من خدمات، من صحة، من مياه، من تعليم، من رفاهية. دي القضايا اللي احنا دايما نطرحها للشعب السوداني. قصة الإلمان مقابل الـ 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 اليسار، مقابل الإخوان، ما أعرف مقابل الشمال، دي كلها حاجات شايف إنه دي قضايا لا تنفع ولا تجدي المواطن السوداني. المواطن لا تستفيد من إنه أنا أكون ألماني أو أكون يساري. هو المواطن السوداني هو محتاج ماذا أريد أن أقدم له. نحن عايزين نركز في هذه القضايا. يستفيد إيه المواطن السوداني إذا أنا كنت يساري أو كنت شمالي أو كنت طيب ما ممكن إخواني. ممكن يرد على كلامك ده بأنه حركة العدل والمساواة نفسها إذا خدنا كلام بخصوص حركة العدل والمساواة دون الجبهة الثورية إن هي ذات المرجعية الأساسية لا مرجعية إسلامية. هل أكون أنا إسلامي؟ ما بح لا ما يتبع إسلامي نعم. لكن باعتبار إنه أسس الحركة خير صحيح. هو خير صحيح الشهيد خليل إبراهيم الدكتور خليل إبراهيم لما أنت ترجع لمنافسة الحركة للنظام الأساسي للحركة لدستور الحركة لا تجد أي مصطلح بتتحدث عن هي مرجعيتها إسلامية ولا مرجعيتها يسارية ولا فيها. نحن لدينا مطالب لدينا حقوق لكن حتى ولو تعاطفا مع الفكر الإسلامي جابه الدكتور خليل إبراهيم ما بيطرح الطرح العلماني. نحن ما عندنا إشكال مع إسلامي ولا خير إسلامي نعم. دي حاجة تخصها أنت أخذتك واضح أنه نعم. كيف تحكم الدولة فقط بالضبط يا عين. حتى الآن إحنا أيضا حتى ننادي في داخل بعض التغيير اللي حصل له بنفتكر أنه في بعض الإسلاميين الذين لم يتلوثوا بالجرائم أو بعملية الفساد إنهم مواطنين سودانيون يعيشون ويمارسون حياتهم الطبيعية نعم. نحن نعم. نبعد الإقصاء نعم. نحن ضد الإقصاء. أي إنسان سوداني ما ارتكب جريمة ما حق أكل حق زول اللي هو الحق ما مارس أي جريمة موجود. يكون موات نعم. يمارس حياته الطبيعية نعم. يمارس حياته السياسية نعم. ما في جهة إنه يجي يفرض لطرف إنه هو ده لأنه إسلامي ما يمارس الأمل السياسي أو الأمل الإنساني نعم. بالمقابل أيضا لا نريد أن يأتي الإسلامات الإسلامي ويمارس الإخصاء في حق أي واحد من اليساريين أو غيره. نريد أن نعيش السودانيين كلنا كشعب سوداني نعم. إجمعنا هذا الوطن طيب. هذا الوطن إذا نحن توافقنا عليه وجلسنا واتفقنا بعد ذلك إنك تكون أنت يساري أو تكون يميني أو تكون خيره لا يفيد المواطن السوداني بشيء نعم. ولا يفيد الإنسان السوداني نعم. بشيء. نحن بحمنا إنه كيف نجعل هذه الدولة دولة الرفاهية، دولة الاستقرار، دولة الأمن، دولة فيه التنوع، دولة يكون كيف ندير التنوع وكيف ندير الموارد ونحترم الإنسان ويكون بلد يكون فيها عدالة ويكون فيها مساواة بين كل الفئات الشعب السوداني. طيب. وأنتوا دخلتوا المفاوضات في يوبا كان في كلام على إنه لم تمتعين الولاء ولا المجلس التشريعي. نعم. لكن الآن في إعلان من قوى الحرية والتغيير بتعين الولاء والمجلس التشريعي. والكلام عنه ممكن يكون الولاء مكلفين يعني. هذه النقطة برضو أثارت ربكة كبيرة جدا. نعم صحيح نحن اتفقنا في إعلان. جوبا مع إخوتنا وشركاؤنا في حكومة الفترة الانتقالية بأن يتم إرجاء تعيين الولاء والمجلس التشريعي حتى الوصول إلى اتفاق السلام الشامل. جاء طلب من قوى الحرية والتغيير بأن الولاء الحاليين قد يكونوا ينتمون للنظام السابق أو قد يكون المواطن في ولاياتهم لا يقبلون بالولاء العسكري لأنه ينادون بالمدنية وبالتالي نعم. علينا أن يتم تعيين ولاء حتى يتم تحقيق السلام. فنحن قلنا لا مانع لدينا ولكن بشرط أن يتم تعيين ولاء مؤقتين بالاتفاق بيننا وبين المجلس الوزراء وبين قات. متى ما تم الاتفاق السلام الشامل نأتي ونعيد تعيين الولاء موجودين ما مؤقتين من هم تقصد الموجودين الولاء العسكريين اللي قاعدين ديل ده الانتقاليين نعم نحن نتكلم الاتفاق السلام هي جزء من مهام الحكومة الانتقالية يعني تم تعيين ولاء مدة 3 شهور الفضلة دي إذا تم السلام تاني تغيروا حتى لو يوم واحد طيب المنطق لكده شنو المنطق نحن ذات اصلا جايين بنعمل اعاده لهيكله الدوله السودانيه حتى الحكومه الان الموجوده دي عندنا في وجهه يعني انتم موافقين انه الان يتم تعيين ولا جدد حتى كل الحكومه موافقين ما في اشكال بشرط انه يتم الاتفاق نحن شركاء في التعيين الولاء مع قحط او مع الحريه والتغيير ومع المجلس السياري لا نقبل بالطريقه القديمه التي تم تعيين الحكومه فقط بين مجموعات من قحط وما المجلس العسكري ما بيضر القصة دي في حاجة سيد بمعنى ما بيضر إذا أنتوا الآن وافقتوا عنه الله يا أخي مجلس الوزراء
وهو الحرية والتغيير يعين ولا يدود ما هي في النهاية ولا لحد الوصول لنهاية اتفاقية سلام. بعد ذلك بيكون في شكل جديد للدولة. شوف نحن بنفتكر انه حصل خلل كبير في الفترة الفات في تعيين الحكومة ان كان الانتقالية المجلس الوزراء او ما يسمى بالخدمة المدنية الذي ينشط حاليا على ايام الخليل المادية الحرية والتغيير في ملء الوظائف للخدمة المدنية. نحن رأينا انه الطريقة القديمة الاسلوب القديم في تعيين الناس بقصة المناطقية ده مرفوض. احنا عايزين الكفاءات اولا، عايزين يكون في تنوع مشاركة الجميع وليس فكرا لجهة محددة او لفئة محددة او لشلة معينة. الذي يحدث نحن بنرى وبنسمع وبنشوف، الذي بيحدث هي ليس بقدر الطموح الذي ضحى من اجله الشعب السوداني. نريد ان نصحح هذه الاخطاء. تعيين الولاء، تعيين المجلس التشريعي يكون هي مشاركة كل الشعب السوداني من الشباب، المرأة، الناشطين، الثوار، الذين وقفوا في ميدان الاعتصام وغيرهم من الفئة الشعب السوداني. ليس فقط ينحصر في مجموعة من الحرية والتغيير في تعيين بعض الأفراد على حسب مزاجهم، ودي حيدخلنا احنا في إشكال في المستقبل. وبالتالي واحدة من النتائج الأساسية لو توصلنا إلى اتفاق سلام شامل ناتي ونعيد سياقة كل هذه الأشياء. الجبهة السورية بتقول إنه يا سيد الجبهة السورية بتقول إنه الحرية والتغيير جزء من مكوناتها. الحرية والتغيير هو جزء من السودان، السودان جزء من الحرية والتغيير، لكن جزء من الجبهة السورية. أنا ما شايف إنه في منطق إذا كان أصلا الحرية والتغيير جزء من الجبهة الثورية يكون في ربط في قصة تعيين الولاء والميس التشريعي. ما أنت أصلا الليلة كلكم متفقين على أسس اللي بناء الدولة السودانية الجديدة. لا يضير انه نازل يعينوا مجلس تشريعي مؤقت يعينوا ليهم ولا مؤقتين كويس والامور تمشي لقدام. معناها الان ده عدم ثقه بين قوى الحريه والتغيير والجبهه الثوريه. نحن التقينا مع شركائنا وحلفاؤنا من القوى السياسيه قبل اسقاط النظام في تحالفات في كيفيه اسقاط النظام وبناء الدوله السودانيه الجديده. نعم. بناء على ذلك كوننا ما يسمى بالحرية والتغيير. نحن شركاء في الحرية والتغيير ونحن جزء أصيل في الحرية والتغيير، ورفعنا شعار الحرية والتغيير. ونحن في الحركات الكفاح المسلح دمجنا كلمة الحرية والتغيير مع السلام، وتفاوضنا مع إخوتنا في الحرية والتغيير ووصلنا إلى وثيقة الحرية والتغيير اللي هي المنصة الحقيقية اللي انطلقنا منه حتى تفاوضنا مع المجلس العسكري. ولكن إخواننا في الحرية والتغيير وقفوا في محطة الحرية والتغيير فقط. نشكرهم على ذلك. نحن نريد شنو بيوقفوا في محطة الحرية والتغيير؟ نحن الآن نعم نحن مشاركاء معهم حتى محطة الحرية والتغيير. ولكن هناك محطة أخرى هي محطة السلام. نحن مستمرين في تحقيق السلام حتى تكتمل. معنى كلامك ده النازل جابوكم لحد ما تم يعني تغيير النظام الفات وصلوا للقصه دي وقال لكم اخواني جزاكم الله خير. هي ما جابونا نحن حنسمع بقيه القصه لكن بعد الفاصل. تابعونا اعزائي المشاهدين بعد الفاصل. ما زلت حضر ضيفي السيد شريف يارنبي القيادي بحركه العدل والمساواه القيادي بالجبهه الثوريه، فكونوا معنا. ما زلنا متواصلين اعزائي المشاهدين في حوار اخر وملف السلام، وضيفي الاستاذ سيد شريف جارنبي القيادي بحركه العدل والمساواه والقيادي بالجبهه الثوريه. استاذ سيد ما زلت ارحب بك مره ثانيه. مرحبا. قبل الفاصل كنا بنتكلم في علاقه على حركه العدل والمساواه والجبهه الثوريه بشكل عام في قوى الحريه والتغيير، وكنت بتقول في كلام مهم جدا في انه يبدو انه قوى الحريه والتغيير وصلت منطقه محدده وقفت. نعم. فأنا داير بينك تواصل بقية الكلام ده. أنت في نقطة مهمة برضه أنت ذكرته، قلت الناس جابوكم ووقفوا معاكم في حتة معينة. طبعاً طبعاً كلمة جابوكم دي برضه واحدة من إشكالياتنا إحنا في طيلة يعني واحد من أسباب اللي إحنا حملنا فيه الصراحة، قصة جابوكم أدوكم شالوكم دي إحنا طبعاً ضد المصطلحات دي. إحنا شركاء في الوطن. الحرية مكونات الحرية والتغيير دي بتكون من أحزاب سياسية ومن قوة
حامل السلاح. نحن ارتدينا بردانا بنفتكر انه الحرب فرض علينا فرضا وقاتلنا النظام مكرهين، لكننا لا يوجد لدينا خيار اخر. دخلنا مع هذا النظام في اكثر من مئات المعارك ونحن انتصرنا في كل هذه المعارك العسكريه. على المستوى السياسي واجهنا هذا النظام سياسيا طيله 16 عاما. على المستوى الاعلامي رغم التعتيم الاعلامي بالنسبه لنا في الداخل، لكن استطعنا ان نكون موجودين في الاعلام المرئي والمسموع والمقروء. على المستوى الدبلوماسي استطعنا ان نقدم اقتراحات كبيره جدا على مستوى العالم، وساهمنا مساهمه كبيره جدا في كيفيه حمايه اهلنا في دارفور. طالبنا المنظمات الدوليه، الامم المتحده، المجلس الامن الافريقي، حتى ادخلنا القوات الافريقيه وتحولت الى قوات امميه الذي حلف بالطلاق السيد البشير الرئيس البائد بانه لا يمكن ان يدخل قوات في داخل دارفور وهو حي وهو الرئيس لهذا البلد. نحن تحديناه ودخلنا هذه القوات. المحكمه الجنائيه الدوليه، الجرائم الذي ارتكبها البشير، نحن ساهمنا وتعاوننا مع المحكمه الجنائيه الدوليه حتى استطعنا ان يتم الاعلان القبض على المجرمين الذين ارتكبوا هذه الجرائم في دارفور. وبالتالي التضحيات اللي قدمناها نحن طيله السنين الفاتت والمجهودات الكبيره اللي قمنا بها، جينا كلنا قلنا ارتضينا بانه نكون في داخل السودان ونعمل مع شركائنا في السودان من اجل التغيير ومن اجل بناء دوله سودانيه حديثه. هذا الفهم كوننا الحريه والتخيير. الحريه والتخيير نادت بشعار التخيير، الحريه والتخيير. اتفقنا على الحريه والتخيير انه ان تكون السلام هي واحده من اولى اولويات لبناء السودان. نعم. عندما اتفقنا وتم التفاوض بين الحريه والتخيير ونحن نوعا ما لدينا ممثلين، حتى ممثلين كانوا مغيبين، ولكن نحن من اجل استمرار الوطن بشكله الحالي، حتى لا ندخل في اشكاليات، حتى ندخل في انتهاكات جديده، تحملناهم وذهبنا في اتجاه بتاع كيفيه الوصول الى اتفاق يكون يرضي الجميع. اما الاخوه في الحريه والتخيير او بعض من الحريه والتخيير يعتقد انهم هذه المحطه هي المحطه التي من اجلهم طلعوا الى الشارع، هي محطه الحريه والتخيير. نحن قلنا نعم، هي محطه مهمه، ساهمنا معكم جميعا، ولكن يوجد محطه اهم من هذا، لانه لو لم يكن هناك سلام لم يكن هناك حريه، لم يكن هناك عداله. السلام هي مدخل للحريه، مدخل للعداله. نحن الان مستمرين في استكمال الثوره حتى تتحقق بشكل كامل، مقدرين التحديات الداخليه، مقدرين التحديات الخارجيه، محضرين ما قاموا به الإخوة في الحرية والتخيير، لكننا نحن مستمرون حتى تتحقق السلام العادل الشامل في الفترة القادمة. طيب إذا هم يريدون أن يستمروا معنا في هذه المحطة الأخرى فنحن نرحب بهم، إذا هم وقفوا هنا أيضا مرحب بهم، ولكننا نقول لهم شكرا جزيلا، فنلتقي في محطة أخرى فنعمل في كيفية بناء هذا الوطن مع بعض في المستقبل. تم عقد اجتماع ثلاثي بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير. نعم. حول كيفية المشاركة في المفاوضات القادمة. نعم. فأنتم بتوافقوا أن تكون قوى الحرية والتغيير قسم مفاوض مع الحكومة؟ هو الحكومة جزء من الحرية والتغيير. اللي من الحرية والتغيير برادة هي تفاوض. طيب. مع الحكومة. الحكومة الآن موجودة، تم تعيينه من الحرية والتغيير. نعم. ولماذا الحرية والتغيير تريد أن تأتي كطرف ثالث تشارك معنا في المفاوضات؟ إذا الحرية والتغيير ما مقتنع بهذه الحكومة تتفاوض معنا، هذا شأنهم الداخلي. إذا الحرية والتغيير يرى أنه في بعض من مكونات الحرية والتغيير مشاركين في الحكومة، يجب أن يتم النقاش المواضيع الأساسية الذين يريدون أن يطرحونها. يعني ما في منطق للخطوة دي؟ لحظة، في المستقبل في تاريخ المفاوضات أيضا يناقشون مع بعض مكونات الحرية والتغيير المشاركة في الحكومة. لكن هم كجسم الحرية والتغيير تأتي إلينا في المفاوضات لتكون في الطاولة كطرف ثالث تشاركنا في المفاوضات، المنطق لا يقبل ذلك. لكن نحن قلنا مرحب بهم كقوة سياسية، يأتوا إلينا المنبر، يكونوا مسحلين، يكونوا مراقبين، ما عندنا أي مانع، ونحن سنقدم لهم الدعوات قبل ما هم يقدموا دعوات لأنفسهم. وبالتالي المفاوضات منحصر بين قوة كفاح المسلح وبين الحكومة الفترة الانتقالية.
دون ذلك كلهم يأتوا في إطار المسحلين أو المراقبين. نعم برضو يظهر هنا المنطق برضو فيه شيء من مش من الربكة يعني. بمعنى؟ بمعنى إنه إذا كانت أنا أرجع لنقطة قبل تاني، إذا كانت الحرية والتغيير الجبهة الثورية جزء منها أو جزء من الجبهة الثورية، ما في ما يستدعي أنها تكون موجودة كجسم. الجبهة الثورية. نعم. ما نحن ما زلنا يعني لدينا قوات موجودة. لدينا ترتيبات خاصة في أننا عشان نكون جزء من العملية بتاعت الحوار الآن الجاري في داخل الخرطوم، يجب أن نعالج قضايانا وقضايا قواتنا وقضايا النازحين واللاجئين وكل هذه القضايا الأساسية، وهذا لا تتم إلا عبر منبر، وهذا المنبر سوف تنتج اتفاق سلام وسوف نأتي إلى الداخل وسوف نتحول إلى أحزاب سياسية. على ذكر القوات دي، التصدعات داخل الحركات المسلحة برضه عنده أثر كبير جدا في هذه العملية. انشقاقات داخل الحركة، عدم وحدة الحركات نفسها. لا 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 توجد هناك انشقاقات في الحركات، هي بالمقابل برضه في يوجد انشقاقات في الأحزاب السياسية. نعم. وهذه حاجة موجود في داخل يعني السياسية. أنت بتدعو لأنه يحصل وحدة لكل الحركات المسلحة؟ نحن بندعو ليس فقط في وحدة الحركات المسلحة حسب، نحن ندعو إلى وحدة كل مكونات القوى السياسية الموجودة الآن في الخرطوم. قبل تغيير النظام يوجد أكثر من 120 حزب سياسي في دولة المواطن السوداني لا يستطيع أن يشرب ماء. أحزاب كثيرة. أحزاب كثيرة. نحن بنفتكر أنه كلما اختصرت الأحزاب السياسية إلى ثلاثة أو أربعة بيساعدنا في عملية الاستقرار، بيساعدنا في عملية التحول الديمقراطي. نعم. نعم. طيب عبد الواحد ما وجد في التفاوض. نعم. برضو هل القصة دي ممكن تكون مؤثرة في تركيبة الحركة دي؟ بلا شك طبعا، احنا اي طرف في المرحلة القادمة لابد ان يكون موجود في عملية التخيير الذي تم. اهمية وجود عبد الواحد شنو؟ الاخرين كذلك وليس عبد الواحد فحسب، يعني عبد الواحد كقائد له نضالاته وقدم تضحيات، بلا شك انه وجوده مؤثر ومهم، ونحن ندعو بانه يكون جزء من اي عملية سلام قادمة. والآخرين كذلك الذين نحن بنراهم بأنهم هم ساهموا في عملية التخيير، إن كان أفراد أو تنظيمات أو حركات مسلحة. فالأخ الأستاذ عبد الواحد محمد نور هو رجل معروف، رجل قدم كثير للشعب السوداني، ولكن برضو لديه بعض الأفكار في كيفية الدخول في عملية تفاوضية، فهو رؤيته بأنه يحصل أمن في الأرض ويعود النازحين واللاجئين وغيرها من القضايا، بعد ذلك ممكن يجي يتفاوض. احنا بنفتكر انه دي القضايا ذات احنا دايما نتفاوض حولها عشان يحصل الامن والاستقرار في الارض ويتم اعاده اهلنا النازحين واللاجئين الى قراهم الاصليه. وقد يكون ينتظرنا نحن بنصل الى هذا الاتفاق ونحقق السلام في الارض، ثم بعد ذلك لا يوجد مبرر ان لا ياتي الى السودان. طيب الاحد القادم في زياره مرتقبه لوفد حركه العدل والمساواه، طيب جزء من الوفد دي لدارفور. هي نعم الغرض الاساسي من الزياره هي ليست الوفد لحركه العدل والمساواه. انا كشخصي ذاهب الى ولايه شمال دارفور. نعم. الفاشر مدينه الذي تورطت فيه ترعرعت فيه مدينه السبا، لي تقريبا اكثر من 20 عام لم ارى هذه المدينه الجميله. انا ذاهب لازور الاهل، ازور قواعدنا وجماهيرنا، لدينا مكتب للحركه كبير وفاعل، هناك لدينا معسكرات مازحين في شمال دارفور، وايضا هناك قضايا اخرى مثل قضيه سوق المواسير الذي نحن نعتبره هي مجزره واباده جماعيه اخرى لمواطني شمال دارفور بصوره خاصه ومواطني دارفور بصوره عامه. هذه القضيه هي من اولوياتنا وواحده من اهتماماتنا الذي سوف اسيرها والذي سوف اتناقش مع الجهات والسلطات القائمه في الولايه حتى نستطيع ان نعيد كل املاك الذي تم نهبه في داخل الولاية. فهذا أيضا من الأهداف الأساسية الذي أسعى إلى الزيارة. أما الحركة العدل والمساواة الآن ترتب لإرسال وفد كبير للداخل للتواصل مع الجماهير والتواصل أيضا مع الآخرين. أنا ذاهب لأبشر للأهل بمجريات السلام التي ستنطلق في الفترة القادمة، وأيضا أبشرهم بأن السلام قادم، ونهيئ أنفسنا كلنا في كيفية استقبال عملية السلام، ونبدأ في عملية تنفيذ السلام مع بعضنا البعض
في الفترة القادمة. أنت متفائل إنه الثلاث شهور القادمة دي المتبقية من رأي أصلاً فترة السلام 6 شهور؟ نعم. الثلاث شهور الفضلة دي هل ممكن تكون كافية إنه تحقق السلام؟ هي أنا إحنا متفائلين. أول ما سقط النظام وجاء النظام المجلس العسكري وتم تكوين الحكومة الانتقالية والآن نحن ذاهبين للسلام. منذ إسقاط النظام نحن متفائلون. التصريحات الذي يصرح به الإخوة في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء هي يعني دخل الأمل والتفاؤل في قلوب كل السودانيين وخاصة في دارفور وفي منطقتين وفي النيل الأزرق وفي الشرق وخيرها. نحن متفائلون إذا ذهبنا الجولة القادمة ما دام إرادة موجودة ما دام قرار موجود نحن سنصل إلى اتفاق سلام في أقرب وقت. ولا نستطيع أن نقول الثلاث أشهر دي هي كثيرة، ربما يكون في أقل من أسبوع أو في أقول أقل من نعم. 5 أيام. في 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 ثلاث ملفات، ملف اللاجئين والنازحين. نعم. رؤيتكم لهذا الملف ما بعد عملية السلام؟ بنفتكر ده واحد من أهم الملفات. نعم. وهي الملف المقدم من بقية الملفات الأخرى. نعم. له أولوية خاصة لكل الأطراف. بنفتكر أن إحنا عشان يتم إعادة النازحين واللاجئين إلى أراضيهم الأصلية أولا يجب توفير الأمن على الأرض. عشان نوفر الأمن لابد أن يكون هناك ترتيبات أمنية حقيقية. الذين يعيشون في أراضي النازحين أو اللاجئين أن يعودوا إلى مناطقهم التي أتوا منها، أن يخرج من هذه الأراضي. ده نمرة واحد. نريد أيضا أن يتم بناء يعني بيوت مساكن ومصحة وخدمات، نقدم خدمات أساسية حتى النازح أو اللاجئ عندما يعود إلى منطقته أو لقريته يجد الخدمات الأساسية للعودة الطبيعية. نعم، حتى هو يكون جاذب للعودة. أيضا لدينا مسألة التعويضات. نحن نريد لكل نازح وكل لاجئ أن يتم تعويضه فرديا وجماعيا، لأنه الناس ديل تضرروا من أول حاجة فقدوا أسرهم، فقدوا أراضيهم، فقدوا ممتلكاتهم، فقدوا حتى يعني أبسط الحاجات اللي نحن ما نتخيلها فقدوها. بالتالي عشان يعود إلى أرضه لازم يتم تعويضه بشكل كامل حتى يستأنف حياته بالصورة الطبيعية. وبالتالي نحن بنوفر الأمن أولا، نوفر الخدمات، يعود إلى أرضه يتم تعويضه بشكل كامل، يتوفر له الأمن في المستقبل حتى لا تتكرر ما حدث لأهلنا في أي منطقة من مناطق السودان. وبالتالي ملف النازحين واللاجئين هي ملف مهم، ونحن حتى في المفاوضات القادمة سوف يتم إشراك ممثلين من النازحين واللاجئين في المنبر ليتابعوا ويعرفوا ما يدور في داخل التفاوض. نعم. بلا شك. طيب ده بيساعد في العودة الطوعية؟ ما هي خلاص إحنا وصلنا لاتفاق سلام وحققنا كل هذه المطالب. نحن أكدنا بأنه إذا لم نأتي بحقوق النازحين واللاجئين الذي يعني يؤدي إلى استقرارهم ويعودوا لأرضهم بكرامة وبعزة نحن لم نوقع اتفاق. طيب الأوضاع الأمنية؟ نعم، الأوضاع الأمنية ما زال دارفور خير مستقرة أمنيا. لماذا؟ يوجد مفلتين، يوجد بعض قطع الطرق، يوجد بعض الأطراف. من المسؤول عن ذلك؟ خير يعني من المسؤول؟ بلا شك طبعا مسؤول من الحكومة، يعني الحكومة الانتقالية. طبعا نحن بنفتكر انه الذي يجري في دارفور يعني في بعض المناطق ان كان في داخل المعسكرات او في بعض القرى او في بعض المدن هي مسؤولية الحكومة الحالية. ايضا نحن لدينا مسؤولية، وبالتالي مسؤوليتنا الاخلاقية. اذا المسؤولية مشتركة. نحن مسؤوليتنا الاخلاقية لابد انه نوجه هذا الحكومة. نعم. انه هو يحاول يعالج هذه القضايا، لانه فعلا في بعض القضايا لا يتم معالجتها الا بعد اتفاق السلام الشامل، لكن الخروقات التي تحدث من هنا وهناك يجب على حكومة الولايات أن يعملوا بشكل حقيقي لوقف كل ما يجري في هذه المنطقة. نعم. سيد جاب شريف، يعني في مجمل كلامك في نقطة مهمة جدا هي جوهرية، أنه أنتو كحركة عدل ومساواة لن ترضوا بانفصال دارفور. ولم نطالب بهذا المطلب. ولم تطالبوا. طيب ولا إذا ولا, ولا إذا, إذا 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 بعض الجهات في الجبهة الثورية رفعت منافسته في مفاوضات السلام القادمة إن والله يا حق تغير مصير دارفور، هل انتوا حتكون مواصفين في الجبهه الثوريه ولا حتناضوا من اجل؟ وانا افتكر لانه هذا الملف ربما يكون موجود، يعني هو تيله وقائم، ربما يكون قائم تيله ال 16 عام كنا بنقاتل فيه النظام البايد. نعم. وتيله الفتره القفات ان احنا بنتفاوض مع النظام البايد
لم نفكر حتى ناهيك من انه نحن نطالب، لم نفكر حتى اذا جاء حتى موقفكم شنو؟ ما لا 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 تاتي، ما نحن في الجبهه السوريه. نعم كل المفاوضات القادمه نتفاوض باسم الجبهه السوريه. نعم حتى الان ما في طرف اشار الى هذا، يعني نطمن الشعب السوداني، الشعب السوداني بيفتكر انه السودان حقتنا هنا. نعم عشان ينفصل من ينفصل ده في بدايه الحلقه ذكرت انه السودان حقتنا هنا، بلد كل السودانيين، كل السودان حقتنا. نعم هنا احنا ما بننفصل ولا في طرف، احنا نشجي طرف من الاطراف انه حتى يطالب بتقرير المسير، نريد ان نبني السودان، استوعبنا كلنا كسودانيين بقدر النظر عن اتجاهاتنا، بقدر النظر عن ارقياتنا، بقدر النظر عن ادياننا، بقدر النظر عن قومياتنا، نريد ان نكون السودانيين فحسب. نعم عشان نكون السودانيين فحسب الان الفرصه مواتيه، الان كل الظروف مهيئه، ونتمنى انه الفتره القادمه نحن كلنا السودانيين نتعظ من الاخطاء التاريخيه ونعتبر بالحاضر لكي نؤسس للمستقبل. وده خير ختام لحلقتنا اليوم. شكرا جزيلا. شكرا لك. اذا عزيزي المشاهد الكريم، كان حلقتنا مع الاستاذ سيد شريف جارنبي القيادي بحركه العدل والمساواه والقياده بالجبهه الثوريه في حوار اخر عن قضيه السلام. تابعونا ان شاء الله تعالى في حلقاتنا القادمه. هذه عطر تحياتي وتحيا الفريق العامل. السلام عليكم ورحمة الله.